وهذه هي اخو، الحمد لله خرجنا من بولحي، شفنا بعد الاخ مستوى عالي من بولحي، عدنا جابو، عدنا ان شاء الله تريا حقنا بالديفكتيف تاعنا. وهذه هي ان شاء الله في روسيا، ما زال كوب ديمون في روسيا، ما زال كوب دافريك، الحمد لله. السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نشكروا قناه الهداف، نشكروا 40 مليون جزائري، نشكروا كما يقول لك ليكيب ناسيونال، يعطيهم الصحه. احنا الحمد لله، احنا الحمد لله اليوم، اسمحوا لي، احنا الحمد لله اليوم احنا ما خسرناش، احنا ربحنا، احنا ربحنا ايكيب هكذايا. ويعطيهم الصحه ويعطيهم الصحه ويعطيكم الصحه انتم امام على التغطيه هذه خويا. ونقولوا اسمح لي، وما نساوش خاوس، وما نساوش خاوتنا، خلونا نهضروا يا اخو، وما نساوش خاوتنا. شوفوا خاوتنا الدول العربيه كاع نورمالمون شرفناهم، وخاصه الفلسطيني يا اخويا، صحه رمضانهم، بارك الله فيكم. المقابله تاع اليوم يعني كانت من اروع ما يكون، ولكن خصتها شويه كيفاش يقولوا، نو ماشي الفعاليه، كانت الخبره، كانت الخبره، وهما شبان يعني صغار. احنا نقولوا بارك الله فيهم من الاول للاخر، حالو لزيت يعني نقول لك يعني والله صدقني، كان اللي راهم يحبوه، كان اللي ما يحبوش، كان كذا. انا من بدايته انا ما سيبورتيهش يا اخو، والله صدقوني، والله مش على هذا الماتش تاع اليوم. انا قلت نهارت مع تونس، نهار ربحونا تونس هدرت عليه، باه ما حبوش يجوزوا واحد القناه ما نهضرش عليها، الله يسهل. اما هذا الفريق عنده مستقبل، نطولوا له ان شاء الله، ربي يطولوا لهم، يطول لهم العمر والصحه والستر، ويروح. شوف 2018 و2022 غير ان شاء الله غير يديروا حاجه في المونديال. اما كوب دافريك لا شك فيها رايحين بعيد، كوب دافريك وشنو يا خويا. نقولوا بارك الله فيكم، حتى انتم الصحفيين اصحاب درتوا التغطيه ككلها، ماشي غير انتم. الهداف لا، والهداف ولا غير على كل حال مربوح، الهداف جديد وخفيف وظريف، جا جديد ولا غير، ولا غير يفرح، اقسم بالله هداف غير يفرح. انا نهار كي نشوف هذيك البلاكات تاعكم الصفراء هذيك في الاخر، نقول وين راني، واش من بلاد، من بعد يا هداف تاعنا يا نفرح، والله غير نفرح، صافي بليزير. وشنو نروحوا بعيد، خلطوا في لي جوار، خلطوا في هذوك اللي بيعوا لي ماتش، خلطوا في اللي درحوا لي صاربيت، اللي يشروا لي صاربيت، توعنا على توعنا. كيما الماتش تاع، خلينا ندخلوا في ماتش واحد اخر، اللي اسمه مولوديا لا فينال، خلينا واش علينا ندخلوا فيها، الله يعزكم، وهذه خلوها المستقبل. واش ها هذاك الماتش كان مخدوع، وخادعوا الاربيت اسمه حمودي، والله غير خادعوا كيما هذا الاربيت تاع درك تاع اليوم، والله غير مشري، اقسم بالله غير مشري، هذا الاربيت مخدوع. المهم يدزوا معاهم، عندنا ايكيب يدزوا معاهم، بارك الله. الحمد لله المنتخب الوطني ديالنا شرفنا، يعطيهم الصحة، كانوا رجال وأسياد الرجال، شرفوا المنتخب الجزائري، شرفوا الشعب الجزائري، شرفوا الوطن العربي، وبخاصة نهدوا هذا التشريف هذا لفلسطين وغزة. واش نقولوا احنا نقولوا المنتخب الوطني ما خيبناش، فرحنا الحمد لله، دار باركور شباب، خسرنا مع بلجيكا 2-1، وتعادلنا مع روسيا 1-1، وفزنا مع كوريا الجنوبيه 4-2، وادينا مقابله بطوليه مع المانشخص المانيا. المانيا اليوم واش نقولوا، كان منتخب قوي، احنا كنا تيت قويين، هما كانوا اكثر منا فوق ارضيه الميدان، رجعوا الكفه تاع 82، رانا النيله 1-1 دوك، ربحنا في 82 وربحوا، وحالي لوزيت واش نقولوا، احنا ماذا بينا المنتخب الوطني يريح والفناك. يا حالي لوزيت بارك الله فيك، انت رجل عظيم، والفناك ما تروحش، مديت البليس للمنتخب الوطني، وان شاء الله نزيدوا في كاس افريقيا، ندو كاس افريقيا في المغرب، ندوها ان شاء الله ان شاء الله. اصبر نقول لك حاجه، انا اليوم ماني فرحان بزاف باسكو ربحنا على الالمان خسرت معانا، الماكينه الالمانيه وخلعونا بها، وقفنا في الجام ولا طايح شتو قبل شادي غير جلودي في الخلاع، هذه الماكينه الالمانيه، هاي طاحت اون بان، تحكي لهم شي ميسبيستو، تحكي لهم جوان كيلاس، دوك راه يعاودوا لك صافي بليزير. بحنا مقابلة جيدة، فيغولي كان جيد، ولا كانوا مليح كاع، وصورتو حليش، صورتو حليش كان مليح، وهي شوية حليزيت عنده يعطيه الصحة إن شاء الله، وانتو تري في فلاج، الأربيت هو اللي خسرنا.
السلام عليكم. نشكر الهداف تي في على هذه التغطيه. مالكري خسرنا بصح حنا ما نعدوهاش خساره، مي ربحنا وشغل دينا الكاس بصح ان شاء الله بربي ذي المستقبل، الفريق عنده مستقبل زاهر. 1 2 3 فيفا لاجيري، بارك الله فيكم. سعيدكم فريمون الحمد لله، عندنا ايكيب دو فالور، اون ايكيب دو فولونتي، دي اون ترافاي، لي جوار سون توس فوالا سون توس افت، اون افي دي بروغري افيك نيمبورتو كي، افيك لا روسي، افيك لا كور دو سود، مع بلجيك. Vous pouvez gagner ma Belgique facilement. Mais alhamdoulilah. Même inchallah bientôt en 2018 avec l'Algérie, trop bien inchallah. Pour le jour, l'arbitrage walou zéro. Mais vraiment, on pouvait gagner hein, les Allemands. Hein. C'est pas un nom les Allemands. C'est des joueurs comme nous. On joue. C'est des hommes. On a aussi c'est des hommes. On a aussi on joue. Mais nous sommes aptes pour le mondial et pour l'Afrique. Algérie. السلام عليكم. متخ